توجد مجموعة من الظروف التي يجب مراعاتها عند زراعة البرسيم، وهي كالتالي: تحديد الموقع، من الضروري أن تكون التربة جافة، فالبرسيم لا ينبت في التربة الرطبة والطينية، ومن المهم أن تكون درجة حموضة التربة ما بين 6.5 إلى 7، حيث إن نقصان الرقم الهيدروجيني للتربة عند درجة 6.5 يؤثر سلبا على عملية تثبيت النيتروجين وعلى الامتصاص الجيد للمغذيات. تحديد إجمالي البذور، يتم زراعة من 8.19 إلى 9.09 كيلوغرام لكل 4446.85 متر مربع. وبالنسبة للمساحات المختلطة بالعشب، فينصح بزراعة ما يعادل 48 كيلوغرام لكل دونم. أما بالنسبة لعملية البذر السطحي، فيجب زيادة نسبة البذور من 10 إلى 20%. التخلص من الحشائش، يعتبر التنظيف والتخلص من الحشائش من الأمور الضرورية كي لا تفشل عملية البذر بسبب ضغط الأعشاب الكبيرة. الحرات التقليدية، وهي الحراثة التقليدية، وهي وسيلة تستخدم للحقول المستوية، فالحراثة تساعد على إدخال الأسمدة والجير إلى التربة. طيب، هنا شاركوا أولا معنا في القناة حتى، واضغطوا على الضغط زر الجرس حتى تتوصلوا بالدروس الأخرى التي سنتحدث عنها عن كيفية زراعة البرسيم، حصاد نبات البرسيم، وأشياء أخرى مهمة. لكن أنا أريد أن أشير إلى مشروع مهم جدا وطموح سوف نقوم به نحن مجموعة من الشباب، بحيث سيساهم كل منا إما بالمال أو بالعمل. فإذا كانت لديك فكرة مشروع فلاحي وليست لديك الإمكانيات الكافية، نحن نرحب بك في هذا المشروع الطموح بأن تنضم لمجموعتنا، وسيصير لك أسهم وربح، لأنه مشروع سيكون مشروع ضخم كبير، وسيكون هناك يعني مساحات هكتارات كثيرة، تكون إنتاج العجول، الدجاج البلدي، مجموعة من الأنشطة في نفس المشروع، وكل شخص سيكون له مشروعه الخاص. المطلوب منك هو أن تساهم. إذا كنت شخص تريد العمل، يمكنك أن تساهم بالعمل، تنضم لنا وستكون لك أرباح. وإذا كنت شخص لديك رأس مال وتريد مساهمة في هذا المشروع، يمكنك الانضمام فقط برأس مال وتكسب الربح من المشروع. وأؤكد لك عزيزي المستمع أنك ستحصل على جميع الضمانات القانونية، نحن نشتغل بشكل قانوني، وليس هناك ولن يتسرب لك أدنى، حينما ترى طريقة العمل المنظمة التي نقوم بها، أدنى شك أو ريبة في جدية هذا العمل و كونه سيعود بالنفع عليك وعلى أشخاص آخرين. كونك تساهم في هذا المشروع سوف تقوم تكون نيتك أنك تؤسس أسر، هناك أشخاص يشتغلون وسيحصلون على ربح أو أجرة، سيقوموا بالزواج وتكون أسرة، وهذا سيكون في ميزان حسناتك بالإضافة إلى الربح المادي الذي ستحصل عليه عند الحصاد. إذا هذا يمكنكم التواصل معي عبر الواتساب في الرقم الذي تشاهدونه، أرسل لي طلب الانضمام لمشروع فلاحي، وأكتب لي هكذا، أكتب لي رسالة في طلب الانضمام لمشروع فلاحي، ويجب أن توضح من فضلك هل أنت تريد أن تنضم كشريك كفاءة، يعني بالعمل وبكفاءتك، أو تريد أن تنضم كشريك مستثمر برأس المال. شكرا والسلام عليكم، وأعدك بأنك ستتوصل بجواب في أقرب وقت، يعني جواب مضمون إن شاء الله.